السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية للإخوان والأخوات الفلاحين والفلاحات، مرحبا بكم في فيديو جديد. دائما كنتكلموا بزاف، وكنعاود نتكلموا على شجرة الزيتون الأربيكوين. هذه شجرة الزيتون الأربيكوين، يعني تقريبا طول ديالها ما بين 40 و 50، 55 حتى 60 سنتيم. هذا هو الماكسيموم ديال الغرس ديالها. زراعة مكتفة، يعني كتغرس من المترو على 4 حتى المترو ونص على 4، حتى المترو 60، حتى المترو 80، حتى 2 مترو على 4 الكثافة ديالها. وتقريبا تهز من 1200 و 1250 القطار حتى 2000 شجرة القطار. اخوان والاخوات اللي خاصه النقله ديال الاربيكوين، يتصل بنا على الرقم الهاتف في على شاشه الفيديو، والواتساب كذلك. خلي لنا اوديو حتى لا ما شدليش الخط، ولا الخط كان عامر وما جاوبناهش، خلي اوديو ان شاء الله نجاوبه في اقرب وقت. بالنسبه للاربيكوين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية الإخوان والأخوات الفلاحين والفلاحات المتابعين، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذه النقلة ديال الأربيكوين، عندها 3 سنين. هذه النقلة يعني تفاتت قدي شي، تبارك الله الزيتون دايره خير كثير. ديال الزيتون هكا كتشاهدو، ولا تشجر يعني نايضة هكاك، تبارك الله. فقط الصاشية ديالها ولا تشجرة ولا تفاج مترو ولا تنتج واحد 10 كيلو ولا بحال هكا، تبارك الله. هي هادي كبرت كلها، هادي شتلات لي أودي شيتش قديش ودي شي لي تفات هنا ديال الأربيكوين. هي هادي تبارك الله، 2 مترو شجرة وعريضة وهادا، تبارك الله. وهادا ديرها هادو راه الصاشيات اللي بقاو ما تهزوش بلايصهم، وبقاو تقريبا 3 سنين عندها هادي. ورانا جات تبارك الله الزيتون على الجهد، تبارك الله. هي هادي العلو ديالها، هادي الفوق ديالها، تبارك الله. كلها هي هادي الأربيكوين. يعني داكشي لي تفات هو هادي، هو هادا، تبارك الله. بقات هنايا وسط هاد الخشلة، وسط هادشي. نضرو ليها من هاد البنين، تشوفوها هي هادي من تحدي، هي هادي تحدي، وسط الربيع داخل، وسط الربيع هاهي. الربيع حلو كتحيد مزيان، ضعيفة شوية كتسقى، هاهي تبارك الله، دايرة خير والبركة. هاهي نضربو ليها من هنا، هاهي تبارك الله. الميكا ديالها اللي باقا فيها شي، هاهي من غدا وسط الميكا، هاهي تبارك الله. هاهي تبارك الله، شتيها الميكا صغار كتشتيها، أنا خلي العود ديالها بطلع الخير اللي دايرة هاهي. هذه الأربيكوين،